هذا الموسم السنة للتمور يعني البساتين كصورة عامة كلها شايلة. شنو يعني شايلة؟ يعني كحمل. أي جيد. أكو حمل خير من الله، نقول يعني أحسن من العام. نعم. بس إحنا من نجي نقول التمور يعني جيدة، أنت يعني ما داي تعرف التلكع دا يصير الأمراض، عنكبوت مكافحة. صح. ذبابة مكافحة. الحمائرة مكافحة. عبد الرحمن الذباب مو بس على الحمضيات. على الكل. على الكل تأذي. نعم. على الكل. على الكل إحنا الأمراض على الكل هجتي هذا الوباء. الدوباس أخطر مرض. نعم. شو يسوى؟ أخطر. والله العظيم. الشيخ علي هم سولف. سولف لك الشيخ علي وتشرب بي. الله يرضى. صار أقوى من السرطان. كن السرطان هسه اللي قال علاج هذا ما له علاج. حقا يعني الطيارة قامت ما تجي تكافح. نعم. ليش نحن بالحق نحكي عليها الشيخ علي على شغلت الحقن بالدريل يعني هاي دمار اولين ترى الشعب ده يبس ينطي فعاليه بس الشعب كطبقه الاوليه يبس يعني من شده الحقن ايضا من شده الحقن هم له تاثير هم له تاثير هم له تاثير يعني سبحان الله هاي كلها القذا مالتها هاي كلها يصعد عن طريق الجذع شغلت الحقن هم تأثر هم هلا تأثير. نعم. أنا مزارع عندي أزرعها الفسيلة الحين نص النخلة يعني من هي صغيرة وعينك عليها تعرفها يعني إذا خوصة بها تبس أنت تعرفها صحيح. متأثر بها لأن يومية قبالها فهم لها تأثير يجي يقول لك والله شغلت الدوباس بالحقن وأخذنا مثل ما يقول يعني ماكو حل للنخي ولا مرض الدوباس سوى رش الطائرات إلا الطائرات مالها مو جتكم هالسنه ما طيروا طيارات طيروا احنا قبل الطياره تجي بكل مسافه يعني لها قياس بالرش سنه جت خطين وراحت ما كملت ما كملت يعني قبل من تكافح الطياره حتى الاشجار مال الحمضيات هم تفيدها كامراض وهالسنه بس لا ماكو يعني قبل قصدك تقول مثلا يعني هل قدونهم لهم دراسه عليه حقنا راح على المربع الاخر ايه يعني ايه بتخطيط اي تخطيط هالمره لا ما اكلها والدواء شلون طيرت الطياره الدواء ما يفيد مو عادي لا دواء عادي اكو ناس قالوا يابا حنطير ضموا النحل مالتي يقول احنا ما ضمينا كل شيء ما صار انا واحد من الناس عندنا حل ما ضميت ما ضميت لا والله ما قطيته ظل والمامات لا ما مات يعني الدو مو فعال نقدر لا مو فعال احنا قبل من يكافحون تكرم الذباب هاي كلها يعني هاي الحشرات كلها تموت يوم من الايام حتى العصافير اي كلها تموت هسه ماكو